شكرا سيدي نائب الرئيس. يود مجلس شباب متعدد الثقافات كوجاب والمرصد للأمم المتوسطة لحقوق الإنسان لفت انتباه المجلس والدول الأعضاء والحضور لأشكال جديدة من التمييز العنصري الذي بدأ يبرز مؤخرا ويحتاج منا إلى وقفة حازمة. بداية، نتساءل عن موقف المجلس من التصريحات المسيئة التي أدلى بها بعض المسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي وتضمنت الترحيب بمهاجرين ذوي جنسيات وأديان معينة دون سواهم، وحتى الدعوة إلى إلقاء بعضهم في البحر. هذه التصريحات والمواقف تنمي روح الكراهية ورهبة الآخر حتى لو كان في قمة العوز والحاجة للحماية. أيضا نريد تذكير المجلس باللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان والذين تمارس في حقهم أشكال من التمييز العنصري البغيض. قبل أيام صرح وزير الخارجية اللبناني أن جمهوريته مستعدة لمنح الجنسية لأبناء اللبنانيات من غير زوجات الفلسطينيين والسوريين، وعلل القرار بالحاجة للحفاظ على هوية لبنان. إن هذا ليس فقط تمييزا ضد اللاجئين من هويات معينة، ولكن أيضا تمييز ضد النساء اللبنانيات وتقييد لحريتهن في اختيار أزواجهن. علاوة على ذلك، يعبر مجلس شباب متعدد الثقافات كوجاب والمرصد الأورو متوسطي عن القلق البالغ إثر ما بدأت تمارسه بعض شركات الإعلام الاجتماعي في تقييد حرية الرأي والتعبير على أساس تمييزي، والذي مثله الاتفاق الأخير بين شركة فيسبوك وإسرائيل. بموجبه يخشى أن ترتكب الشركة خروقات قائمة على التمييز، بما قد يؤدي إلى تغييب الرواية الفلسطينية أمام الرواية الإسرائيلية وغض الطرف عن موجة الكراهية التي يمارسها أيضا بعض قادة إسرائيل. نرقب بقلق شديد تعزيز هذه الاتفاقية لرواية على حساب رواية أخرى وتحكمها السلبي في إحدى أشكال التعبير الحديثة المواطن الصحفي والذي تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي. إننا نتطلع إلى إدانة هذه الصور من التمييز ورفضها في مهدها. الإنسانية بحاجة إلى القضاء على صور التمييز. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la distinguida representación de Praga. Tiene usted la palabra. Mr. Vice President, during 2012 to 2016 August, there were many reports of rape.